ضمن فعاليات أسبوع المرور العربي سلامتي مسؤوليتي، قامت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مركز شباب الوسطى التابع للمؤسسة العامة للشباب والرياضة محاضرة مرورية لفئة الشباب، وذلك في قاعة التدريب بمركز التدريب التخصصي التابع لإدارة الثقافة المرورية. طبعا نظمت إدارة الثقافة المرورية بالتعاون مع المؤسسة العامة للشباب والرياضة مركز شباب الوسطى محاضرة توعوية، وذلك بمناسبة أسبوع المرور العربي واللي شعارها سلامتي مسؤوليتي. طبعا هذه المحاضرة تأتي من حرص إدارة الثقافة المرورية على توعية كافة شرائح المجتمع وخاصة اليوم فئة الشباب، لأن أغلب الحوادث المرورية خصوصا الحوادث البليغة تكون ما بين سن 18 إلى 29 سنة، فإحنا نحاول أن نقلل من هذه الحوادث البليغة بتعاون من الشباب بالرقابة الذاتية بثقافتهم المرورية. فاليوم المحاضرة انشقت إلى شقين، شق التوعوي اللي تناول ركزنا على ضرورة لبس حزام الأمان وجلوس أو استخدام مقعد الطفل خصوصا في الخلف، عدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة. الشق الآخر وهو تنفيذ القانون، تم استعراض الإحصائيات اللي إحصائيات الحوادث البليغة ومسبباتها. طبعا في النهاية حبيت أتمنى من الجميع عدم الاستهانة بهذه الأنظمة والقوانين المرورية سلامة لهم وللآخرين. تناولت المحاضرة شقين، شق توعوي تثقيفي والنهج التوعوي التي تعتمده الإدارة العامة للمرور في تنفيذ حملاتها التوعوية الإعلامية، وشق تنفيذ القانون من خلال استحداث وسائل متطورة لضبط السلوكيات المرورية الخاطئة والمخالفات بمختلف أنواعها من خلال الكاميرات الثابتة والمتحركة والمزودة في الدوريات المرورية. لا شك أن مثل هذه الترتيبات مثل هذه اللقاءات تنمي وتزيد من الوعي المروري في المملكة. اليوم إذا كان هناك أي يعني شيء استفدنا منه في بداية حتى الكلام أن هناك سوف يكون توعية وهناك يكون هناك وعي أكبر بالنسبة للحضور، أظنها أيضا الحضور يوصلون الرسالة هذه إلى الآخرين في المملكة. المراكز الشبابية بشكل عام تسعى دائما لإيجاد هذه النوعية من البرامج، ولله الحمد كما يعني ذكر في المحاضرة قضية الحوادث قد انخفضت عن السنوات الماضية، فهذا كله بفضل الله عز وجل ثم بفضل جهودكم المتواصلة والتي لم تنقطع، ونحن نتابع في الحقيقة يعني ما يدور في الفعاليات في إدارة المرور وغير ذلك، فلكم الأجر إن شاء الله. تخلل المحاضرة مناقشة مفتوحة بين فئة الشباب والمحاضرين عن كافة الجوانب المرورية التي تهم السائق بشكل عام وتهم مستخدم الطريق بشكل خاص، وكيفية التعامل مع المنظومة المرورية ودور العنصر البشري في المشاركة من الحد في الحوادث المرورية وتأمين السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق.